حوالينا كتير ناس شاطرين واحنا لسه ما نعرفهمش، وناس كتير عندهم حلول لمشاكل واحنا لسه ما سمعناهاش، والناس دول كلهم بقى بيقولوا انهم بيدوروا على فرصة لكن الأبواب مقفولة. احنا النهاردة عايزين نتكلم انه الأبواب المقفولة مش بس حاجة هتحصل معاك، الباب المقفول وصف لمرحلة هتعدي عليك في حياتك العملية، والشاطر بس هو اللي بيعرف ايه اللي ورا الباب المقفول.